كلافاجيرا نحن كثير سعيدين انه نشارك بهيك فعاليه. عم نلتقي بشباب حابين يعني يتطوروا، عم يعملوا اختراعات جديده بالمجال المعلوماتيه والاي تي. نحن اليوم موجودين لانه مثل كل شركات العالم حابين نحن كمان نتطور toward the digitalization. هذا يعني نحن بحاجه اشخاص اكثر خبراتهم بالاي تي بالتطوير، فول ستاك ديفلوبر. عم ندور على تالنتد بيبل، لوكال تالنتد بيبل ليتعينوا معنا ليكبروا معنا بشركتنا. قدرنا نلتقي بشويه عالم وانا سعيده انه بلكي من هون لاخر النهار رح نشوف وجوه اكثر ومشاركين اكثر بهذه الفعاليه. احنا اليوم شاركنا بالحدث التقني والتكنولوجي محافظة السليمانية. الحدث الهدف من عنده والمهمة الأساسية انه يراوينا الطاقات الشبابية العراقية. مثل هيك حدث او مثل هيك مؤتمر نحتاجه حتى نراوي قدراتنا من ناحية التقنية او التكنولوجية، لانه اليوم احنا نشوف العراق متأخر من الناحية التكنولوجية. اليوم العالم وصل 5G بده يسوي 6G، احنا هستونا يلا وصلنا 4G. زين، فعندنا هواي طاقات شبابيه مدفونه بده يستخدمون مجال البرمجه، مجال تقنيه المعلومات، مجال الخدمات الامنيه اللي هي من ضمن المجال التقني. اليوم اللي شاركت بي اني قسم الروبوتات او الاليات التقنيه اللي هي من خلالها انه تقدر انت تبرمج الروبوت هذا حسب الوظيفه اللي انت تريدها حتى يقدر يشتغل الروبوت بطريقه مناسبه وفعاله. فالروبوتات تقدر تسويها شلون ما تريد حسب الوظيفه اللي انت تحبها. مثلا تقدر تخلي الروبوت تحسس درجه حراره، رطوبه، تقدر تخلي يتفادى حواجز، تقدر تتحكم به عن طريق تليفون، يعني وظائف كل شوية عالم كامل. احنا دائما نقول الشباب هم اهم شيء بالنسبه لنا، لان السبيس اللي موجود بالعراق حاليا وكردستان كلها سبيس للمجالات السياسيه ومجالات الدينيه، ما في مجالات الثقافيه للشباب. فاحنا هذا السبيس اهم شيء نحاول نعطي سبيس للشباب للتطوير لتقدم البلد، لان المجالات الاخرى يتقدم بنفسها هذا شيء اخر، بس اذا هذا المجال ما يتقدم لا سياسه ولا دين ولا اي شيء. Thank you.